اوكي، هاي بنات. انا اولا عايزه اشرح انا ليه لابسه جاكيت، عشان الجو النهارده هو الجو كان حر وصيف كان عادي كده، فجأة الجو بقى برد جدا ومطر وبرق ورعد وبرد اصلا، فقررت ان انا البس تي شيرت، قررت البس فوقيها جاكيت مجرد بس لغايه ما الجو يتحسن تاني. مش عارفه ايه اللي حصل، بس بغض النظر عن الجو انا كنت عايزه اعمل فيديو دوت النهارده. ده فيديو يعني الفيديو ده فكرته ان انا عايزه اتكلم عن الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون في لب اي بنت، عشان لازم تكون منها جديده مظبوطه، مش حاجه اتغسلت كتير وما بقتش مظبوطه زي الاول. فدي الحاجات اللي انا شايفه ان هي المفروض تكون في دولاب اي بنت، ودي اساسيات الدولاب. اول حاجه هبتدي بيها في نظري لازم تكون في دولاب اي بنت، هي يكون عندها توبس بحمالات، اللي هي الباديهات اللي بحمالات ابيض واسود على الاقل. لو انتي بتلبسي الوان كتير ممكن تجيبي لون جراي غامق، هيبقى شيك قوي. ممكن تجيبي الوان مختلفه تليق على لبسك. انا رايي ان احسن مكان تجيبي منه الحاجات ديت هو H&M. طبعا بتختلف، يعني لو حد عنده مكان هو عارف ان بيبقى فيه الحتة دي حلوة، انا شخصيا بجيبه من H&M. ده التوب الاسود بتاعي وعندي توب ابيض، بحبهم مقاسهم مظبوط عليا. لو انتي مش عارفة تجيبي منين الحاجات دي، انا رأيي H&M مكان حلو. بس فدي اول حاجة انا في نظري لازم تكون عندك منها على طول، فريش وجديدة ومظبوطة. تاني حاجة في نظري ان انا مكنتش بفكر فيها زمان، مكنتش اعرفها قوي وانا صغيرة، كنت دايما لما اجي البس فساتين بحس ان انا جسمي مش مظبوط، وان انا مش ان انا عندي شوية بطن وببقى مكسوفة، او ببقى مش عايزة البس فستان الا لو كان ماسك قوي على الجسم او في زي بطانة حلوة. فلو انتي عندك فساتين كتير او مثلا بتيجي تلبسي بادي تحسي ان انتي عندك بطن كده وعندك كرش، لازم تجيبي كورسيه يكون حلو ويكون مظبوط عليكي، لان الكورسيه بيبقى فيه خامه بتبقى زي استك، ودي بتشفط البطن لجوه. وكمان لازم لما تيجي تجيبي اي كورسيه تاكدي ان مفيهوش اي خياطه تخينه في الطرف عشان ما يبانش من الهدوم. فده تاني حاجه في نظري لازم يكون عندك منها واحد مظبوط عليكي، ما يكونش بيطلع بيرول تحت الهدوم. يعني رأيي ان ده حاجة بنات كتير قوي بتنساها، بس هتخلي هدوم كتير قوي. انا كان عندي هدوم كتير جدا مركونة، ولما اكتشفت موضوع ان انا اجيب جوست كورسيه كده بلاقي ان الهدوم شكلها احلى بكتير عليا، شكلها مريح اكتر. الحاجة الثالثة اللي في نظري لازم يكون عندك منها، انا في نظري ان هي من اساسيات الدولاب، ان يكون عندك زي كيمونو او جاكيت قطن رفيع قوي صيفي، لان ديت ساعات كتير بتبقي عايزه مزنوقه في حاجه، عندك مثلا توب بس انت عايزه تلبسي حاجه عليه وتبقي ركنيه برضو، بس لما يكون عندك حاجه كده هتفتح هدوم كتير قوي هتلبسيها. انا الكيمونو ده انا فرجته لكم قريب، كنت جايبه قريب. انا بحب جدا الكيمونوز لان هي بتبينك شيك قوي، وانت بتبقي مش عامله مجهود خالص، ما فيهاش اي تفكير، جاست ممكن تلبسي بادي و اسود وبنطلون اسود وعليه كيمونو ملون شويه او كيمونو فيه لون، ويبقى شكلك شيك جدا. مش لازم طبعا يكون مخرم، بس ده احد الحاجات اللي في الدولاب اللي بحس ان هي بتفرق جدا جدا في الشياكه. الحاجه اللي بعد كده اللي في نظري ان هي بتخلي برضو الدولاب يعني تقدري تلبسي حاجات كتير، في نظري ان هي من الحاجات اللي برضو ممكن لما تغسليها كتير بتبوظ، لاجينج اسود. ممكن كمان تجيبي لاجينجز الوان مختلفة، بس الاسود كبداية حلو. ورأيي ان دايما تجيبي واحد صيفي واحد شتوي، دايما بنجيب واحد وبنلبسه في الصيف والشتا، وبنبقى في الشتا بردانين وفي الصيف حرانين. فرأيي تجيبي واحد شتوي مبطن يدفي في الشتا وفي البرد، وفي الصيف تجيبي واحد قطن رفيع قوي، يبقى شكله حلو ولمك وكل حاجة، بس يكون قطن رفيع يبقى جسمك بيتنفس. انا كان عندي واحد قطن بحبه جدا كان من كارينا، بس رحت لهم مره وقالوا لي ان ما عندهمش، مش عارفه هو اللي هو كان خلصان ولا بطلوا يعملوه. بس ده احد الاماكن اللي كنت بصي فيها، معظم المحلات بتبيع ليجينجز جست واحد صيفي واحد شتوي. الحاجه اللي بعد كده الاساسيه في نظري في دلاب اي بنت، بادي هات
قطن بكم طويل، ده كان من H&M، ده من اكتر البوديهات اللي بحبها لان هو لونه قريب قوي من لون بشرتي بيج، فده بحب جدا البسه، بلبسه في الشتاء تحت البلوفرات، بلبسه في الصيف لوحده، بلبسه بيليق على كل الهدوم. فرأيي بادي بيج قطن خفيف جدا، يمشي هو اصلا يمشي صيفي لوحده، في الشتاء بيبقى لامم الجسم جدا تحت البلوفرات زي ما قلت. لو عندك جاكيت مش عارفه تلبسي عليها ايه، ده بيحل مشاكل كتير. برضو عندي دوت مقلم ابيض في اسود، برضو قطن رفيع جدا جدا صيفي، بحس ان جسمي بيتنفس وانا لابساه، ده برضو بيبقى مفيد جدا. زي ما قلت الحاجات دي بتفتح بقية الهدوم اللي عندك اللي انتي مش عارفة تلبسيها ومركونة في الدولاب. بعد كده حاجة في نظري اساسية يكون دايما عند اي بنت يكون عندها حاجة منها، وانا دايما لازم يكون عندي منها، هو فستان واسع وطويل، وزي مثلا ده كده، ده بالنسبة ده صيفي شوية، هو قطيفة بس يعني هو خفيف. فستان واسع وطويل، وتقدري تلبسيه لو مثلا تخنينة في وقت او حاسة ان انتي مش عايزة تلبسي بنطلون بزرار وسوستة ويبقى خانقك، او مش قادرة تلبسي حتى لاجينج، ساعات حتى اللاجينج تبقي مش قادرة تلبسيه، عايزة تتنفسي، عايزة تبقي براحتك، او لو عايزة تلبسي بسرعة قوي وتنزلي، ففستان واسع وطويل، او ممكن برضو ساليوبيت لو انتي مش حاسة ان الفستان هيبقى عملي. بحب جدا الساليبيتات، تجيبي ساليبيت واحده يبقى عندك في تبقى عندك في دولابك تنقذك لما تكوني مش قادره تفكري في اطقم مختلفه. حاجه تانية عشان تلبسيها بسرعه وتنزلي، انا بحس ان انا بحب قوي الحاجات اللي اقدر البسها بسهوله وانزل، ما بقاش لسه قاعده هفكر واطقم وكده، زي صندل، اوبس صندل جست او شبشب تحطي في رجلك وتلبسيه بسرعه قوي، هوب هوب وتقومي نازله. بحب جدا الاحساس ده ان انا جست البس حاجه بسرعه جدا وانزل. بس اعتقد دي كل الاساسيات. استنى انا كنت كاتبه في حاجه واحده بس اخيره، انا بصراحه بحس ان هي اساسيه في دلاب كل بنت، وبحس ان في بنات كتير قوي بتنساها، الواحد بينسى يجيبها لان هو مش بتتلبس كتير، وهي شنطه بورتفاي، مش مهم طبعا تكون ماركه ومش مهم تكون حاجه غالية خالص، ممكن تجيبي واحدة من H&M، محلات بيكسي، جليتر عندهم حلوة قوي، البورتفيات اللي هي شنطة تكون صغيرة وشيك وتحسسك ان انتي شيك، جست تحطيها تحت كده باطك، بتفرق جدا لو خارجة. عارفة طبعا يعني انا مكنتش بخرج كتير برضو، بس لما يكون عندي مناسبة ان انا خارجة وعايزة اتشيك شوية، لما بتكونش عندك تقوليها كان ياريت عندي شنطة شيك صغيرة، مش لازم تكون بورتفاية، بحب البورتفاية اللي هي من غير ايدين، ممكن تكون شنطة بايد صغيرة، شنطة صغيرة عموما، مش الشنط كلها تكون كبيرة، وشنط اللي هي الشغل او الجامعة او المدرسة او كده، جست شنطة بورتفاية صغيرة بتفرق جدا في الشياكة. انا نفسي جدا اجيب واحدة قش بورتفاية صغيرة. برضو بارفوا عندهم بارفوا اللي هو في بارفوا اللي هو في مول في سيتي ستارز في الدور الارضي تحت الدو اعتقد، بارفوا بيبقى عندهم بورتفيات حلوة جدا، فبرضو البورتفي بحسها من الحاجات اللي بتتنسي، بس هي بتفرق جدا في الشياكة برضو، ولما بتكوني محتاجاها بتبقي محتاجاها يعني. بعد كده اخر حاجة خالص انا شايفة انها من اساسيات دولاب، لا مش اخر حاجة، في حاجة نسيتها بس هقول لكم دي الاول. انا شايفة ان من اساسيات دولاب اي بنت يكون عندها بارفان واحدة، جست ممكن يا اما بارفان يا اما بادي سبلاش حلو من ذا بادي شوب او باث اند بادي وركس، او كريم ريحته حلوه، جست حاجه ريحه حلوه تحطيها لما تكوني خارجه، بتفرق جدا في المود، وتكون حاجه خفيفه كده. انا بحب دايما البرفان اكون انا شماها اكتر من بقيه الناس، يعني انا اكون شميها بحسها بتكمل الشكل وبتكمل اللبس. اخر حاجه اعتقد عشان اعتقد ان مش ناسي حاجه تانية، لا اخر حاجتين هتكلم عنهم، الاول شرابات اللي هي من غير رقبه. الشرابات دي انا بحسها مهمه جدا جدا في دولاب، ودي من الحاجات اللي برضو لما بتغسليها كتير بتوسع او تمهمط، او تبقي دايما محتاجه يكون عندك منها جديد. انا فرجتها لكم في فيديو المشتريات اللي عملته قريب، بس دول انا بحبهم، دول من امريكان ايجل، انا بحبهم عشان فيهم من هنا جل،
فمش بيتزحلق من رجليا. بس فدي ينفعوا مع الجزم الباليرينا، ينفعوا مع الجزم الكوتشي طبعا، سواء كوتشي عالية او كوتشي واطية تقدري على طول تلبسيه. فدي احد الحاجات اللي بحس اللي لازم تكون عندك منها على طول جداد وفريش وكده. اخر حاجة هتكلم عنها دي في نظري انا برضو من الاساسيات، بس مش يعني انا في نظري ان هي بتفرق جدا، هي البنطلونات السويت بانس اللي هو البنطلون القطن. انا عندي دوت ده مبطن شتوي، وعندي واحد قطن اسود بس هو انا شايلاه مش هقعد اطلع كل حاجة، بس دوت بحسه مهم جدا جدا لانه بيفرق جدا في الشياكة. هقولكوا هو يبان الاول ان هو بنطلون، اوبس، يبان الاول ان هو بنطلون زي بيجامه او حاجه، اوبس ديت انا لقطتها هنا على فكره هم كل حاجه اوبس اوبس. اوكي، اول حاجه ان هو الاول الواحد ما عمره ما بيفكر يشتريه، بس فعلا بيفرق جدا في الشكل خصوصا لو اسود. جست تلبسي تي شيرت وسويت بانس اللي هو البنطلون القطن ده وكوتشي، او ممكن تلبسيه في البيت لو مثلا قاعده مع قرايبك وعايزه تلبسي حاجه كاجوال، او مثلا لو سافرتي وقاعده مع ناس وعايزه تبقي لابسه حاجه كاجوال. فليه استخدامات كتير قوي، ممكن تنامي بيه، ممكن تخرجي بيه. بحس ان هما مهمين جدا يكون عندك منهم على طول واحد مظبوط عليكي، يحسسك ان انتي شكلك حلو ومظبوط مظبوطه كده. بيفرقوا جدا، دايما بحسهم شكلهم حلو على كل الناس وكل المقاسات وكل الاشكال الاجسام السويت بانتس دي. بس اتمنى الفيديو كان مفيد، واتمنى ان هو يكون اداكوا افكار. اكتبولي في الكومنتس ايه اكتر حاجة انا قلتها حسيتوها كنتوا ناسيينها او مفكرتوش تجيبوها او عمركم ما فكرتوا تشتروها والفيديو ده فكركم بيها. اكتبولي في الكومنتس، انا بستنى الكومنتس بتاعتكم جدا، اكتر حاجة بتخليني عايزة اعمل فيديوز هي الكومنتس. فمستنية جدا الكومنتس بتاعتكم، اكتبولي ايه اكتر حاجة انا قلتها ما كانتش عندكم وفكرتوا تجيبوها، او حاجة كانت عندكم بس ما بتستعملوهاش. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد، واشوفكم ان شاء الله قريب في الفيديو الجاي. باي.